محور هذه الجلسة القصيرة العمر الطويلة الأثر بإذن الله عز وجل هو التجديد والتقصيد في الفقه وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، يتناوب على هذه المحاور خيرة من الأساتذة الباحثين الذين يتناولون هذا الموضوع من زواياه. وأبدأ إن شاء الله تعالى بأخي الجليل الفاضل الذي طار من أندونيسيا من ماليزيا ولم ينم يومين وسيعززان بثالث، ولو رحلة يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى، في مداخلة مباركة يعني هي الأصل أن تؤخر لأنها تطبيق لك لالتزامه بالسفر سنقدمها، وهي بعنوان جهود المالكية في تجديد صيغ عقود الاستثمار أي الاستثمار وتطويرها التمويل بالمزارعة نموذجا. وأستاذي الجليل الدكتور محمد علي وأستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم الإسلامية بماليزيا، تخصصه في فقه المعاملات المالية، هو من أصل سوداني ومن نشأة ويعني العلمية وفكرية ماليزية، فجمع بين الخيرين والفضلين، يعني له مشاركات كثيرة، أنهى مراحل دراسته بالجامعة الإسلامية بالعالمية بماليزيا، ويعني نرحب به ونسأل أن يبارك له وأن يتقبل منه فيتفضل مشكورا مأجورا يعني في 10 دقائق إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الصعب سهلا وميسرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم مرة أخرى. بداية أنا سعيد جدا أن أكون بينكم وممتن لكم ولكرمكم، فالشكر موصول لكم، والشكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى أن هيأ لي ويسر لي أن أكون بينكم، فجزاكم الله خيرا على حسن ضيافتكم. وموضوعي يتعلق بجهود المالكية في تجديد صيغ عقود الاستثمار وتطويرها التمويل بالمزارعة نموذجا. فمن منتجات التمويل الإسلامية الشبيهة بالمضاربة والمشاركة المزارعة والمغارسة والمساقات. والمزارعة وسيلة من وسائل الاقتصاد، من الوسائل التي تطور الاقتصاد. وفي عالمنا الإسلامي الاقتصاد ليس متطور، الآن منهار، فكما تعلمون إذا انهار الاقتصاد كذلك الأخلاق تنهار، لأن الفقر نفسه يعني يأتي بمشكلة، فإذا انهار الاقتصاد الأخلاق أيضا تنهار. لذلك يجب أن نطور المزارعة وننميها. لذلك أنا تناولت هذا الموضوع وخصصت المالكية، لأن المالكية من أكثر المذاهب التي اهتمت بالمعاملات المالية. طيب، نسبة للوقت سأختصر في بعض النقاط، وإن شاء الله الباقي تجدونه في الورقة. فالمزارعة من سياق التمويل الإسلامي، وهي من مصدر زارع، وهي طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية لمن يزرعها ويعمل فيها مقابل الاشتراك في الزرع. والزراعة من الحرف التي تحتاجها المجتمعات المسلمة. وعرف المالكية المزارعة بنوع من الاشتراك في الزرع. ومن شروط المزارعة أن تكون الأرض صالحة للزراعة، أن يمكن العامل من الأرض، أن يتم تحديد جنس البذر، أن يتم تحديد من عليه البذر، أن يتم تحديد مدة المزارعة، أن يكون الأجر بحصة شائعة بين العامل والأجير. نأتي إلى صيغة المساقات. المساقات تعريفها من دفع شجر لمن يقوم عليه نظير جزء من ثمره. شروط المساقات أن يكون للشجر ثمر مأكول، أن يكون الشجر مما له ساق، أن يكون الشجر معلوما لكلا الطرفين العامل والمالك، أن يكون نصيب كل من الطرفين بجزء مشاع
لا يشترط العمل ثمر شجر مخصوص. ثم نأتي لصيغة المغارسة. المغارسة هي دفع أرض لمن يغرس فيها شجر نذير الاشتراك في الغراس والثمار، وهي مشروعة ولدى الفقهاء، فتجوز المغارسة بشروط لدى جمهور الفقهاء. لا تجوز المغارسة عند الشافعية لعدم الحاجة إليها، تجوز المغارسة بالاشتراك في الشجر دون الأرض عند الحنفية والحنابلة. حكم صيغة المغارسة لدى المالكية: تجوز المغارسة لدى المالكية بشروط، أي أن يغرس في الأرض أشجار ثابتة ذات أصول، أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب مدة إطعامها في مدة إطعامها، ألا يضرب لها أجل إلى سنين طويلة، أن يكون العامل حظه من الأرض، ألا تكون الزراعة في أرض موقوفة. نأتي الآن إلى الصلة بين المزارعة والمساقات. المساقات والمزارعة والمغارسة من العقود الشرعية لتنمية الأراضي الزراعية واستثمارها، وبينها نوع من الشبه، وللعامل في كل منها حصة شائعة من الإنتاج، إذ أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقات تقع على الشجر كالنخيل. نأتي الآن إلى أهم النتائج. أظهرت الدراسة عند اشتراط المالكية المزارعة تقدم البذر، أن يقدم البذر من كلا العاقدين وتساويهما نوعا وتماثلهما في الربح. كذلك توصلت الدراسة إلى أن أبو حنيفة وزفر لم يجوزا المزارعة بالثلث والربع لفسادها عند رأيهم، واستندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه نهى عن مخابرة والمزارعة لجهالة أجر المزارع. نوهت الدراسة إلى الفرق في العمل بين المغارسة والمساقات، حيث يكون العمل في المساقات بجزء من الثمرة والشجر لصاحب الأرض، بينما يكون العمل في المغارسة بجزء من الشجر المغروس. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.